معركة مؤتة. هي أول معركة خاضها المسلمون خارج الجزيرة العربية، هي أعظم حرب للمسلمين في حياة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. معركة غريبة عجيبة لا يمكن للمنطق أن يقبلها ولا لعقل بشري استيعابها. سرية صغيرة من 3000 مجاهد ضد أعظم قوة على وجه الأرض. معركة مؤتة بوابة الفتح الإسلامي لبلاد الشام وبداية الحروب لزوال الدولة البيزنطية. غزوة مؤتة أو سرية مؤتة أو معركة مؤتة، أطلقوا عليها ما شئتم من الأسماء، وعندما تذكرون هذه الموقعة الخالدة تذكروا أن رياح الإيمان عندما تهب تحصل المعجزات. بعد أن عقد رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية بينه وبين قريش، وبعد انتصار المسلمين في غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب، بعث القائد العظيم والنبي الكريم برسله إلى بعض ملوك وزعماء العالم يدعوهم إلى الإسلام. وكانت إحدى رسائله إلى ملك بصرة في الشام، وتقع بصرة الآن قرب من محافظة درعا السورية. المهم أن الصحابي الحارث بن عمير الأسدي حامل رسالة النبي إلى ملك بصرة لم يصل، والسبب أن والي البلقاء شرحبيل بن عمرو الغساني اعترض طريقه وأوثقه وضرب عنقه، وكان يقع هذا الوالي تحت حماية الإمبراطورية البيزنطية. عندما وصل خبر قتل الصحابي إلى المدينة المنورة اشتد الأمر على النبي، لأنه من المتعارف عليه أن الرسل لا تقتل لأنهم يحملون مجرد رسائل، وكان هذا سببا كافيا بالنسبة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم لإعلان الحرب. كان قائد هذه الحرب زيد بن حارثة، وقال الرسول الكريم بعد أن جهز جيشا من 3000 مجاهد: إن قتل زيد فالقيادة لجعفر بن أبي طالب، وإن قتل جعفر فالقيادة لعبد الله بن رواح، وإن قتل فأمروا من ترونه مناسبا. بعد أن عقد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم لواء أبيضا وأعطاه لزيد بن حارثة، أوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير وأن يدعوا من هناك إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا استعانوا بالله عليهم وقاتلوهم. وقال لهم: اغزوا باسم الله في سبيل الله من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعة، ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة، ولا تهدموا بناء. نزل 3000 مجاهدا في مدينة معان جنوب الأردن، وبعد أن وصلت الأخبار من الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الإسلامي تلك الأخبار التي كانت صادمة، وهي أن هرقل بنفسه وصل منطقة مؤاب، وهي قرية تقع في المدينة الأردنية الكرك، ونزل فيها على رأس 100,000 من الجنود الرومان، وانضم إليه 100,000 جندي من القبائل العربية. وهكذا يكون عدد الجيوش التي سوف تقابل المجاهدين المسلمين 200,000 مقابل 3000 مجاهد. لم يكن الأمر سهلا على الجيش الإسلامي، فتلك الأخبار الصاعقة لم يكن يتوقعها أحد، فهم بوغتوا في أرض بعيدة عن حاضرة الدولة الإسلامية، ولم يكونوا يعرفون أنهم سوف يلاقون هذا الجيش العرمرم 200,000 وهم 3000. وقع قادة الجيش الإسلامي الصحابة الأجلاء في حيرة من أمرهم، واحتضنت مدينة معان أول مجلس حرب في تاريخ الدولة الإسلامية. نعم، مجلس حرب، حيث قرر المسلمون عقد المجلس لأخذ القرار الصحيح. ماذا يفعلون؟ هل يكتبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرونه بعدد الجنود؟ ماذا يفعلون؟ هل يبقوا في مكانهم؟ أم يعودوا إلى المدينة المنورة؟ أم يمضوا إلى المعركة؟ بعد يومين من التشاور قال لهم عبد الله بن رواح: يا قوم، والله إن التي تكرهون التي خرجتم تطلبون الشهادة
وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. وأخيرا أخذ مجلس الحرب قراره وقرر المسير إلى جيش الرومان ومن والاهم من القبائل العربية. نزل الجيش الإسلامي في منطقة مؤتة الواقعة في مدينة الكرك الأردنية، وبعد أن تجهزوا للقتال أمر قائد الجند البطل زيد بن حارثة الجند الإسلامي بعد صلاة الفجر بالهجوم، وكان هذا مفاجئا للجيش البيزنطي، حيث أنهم لم يتوقعوا أبدا أن يبدأ جيش صغير بالهجوم، وكان هجوما قويا وانتهى اليوم الأول من الحرب لصالح المسلمين. وكرر الجيش الإسلامي في اليوم التالي نفس الخطة، حيث بادر المسلمون بالهجوم واهتز الجيش البيزنطي من شدة الهجوم، ووقع في صفوفهم خسائر كبيرة، وخاصة ذلك القائد تدراك كانت تملأه الدهشة والإعجاب من بسالة الأبطال المسلمين. في اليوم الثالث من المعركة بدأ الرومان وحلفاؤهم الهجوم. كان يوما صعبا جدا على الجيش الإسلامي. كان على ميمنة الجيش الإسلامي قطبة بن قتادة العذري، وعلى الميسرة عبادة بن مالك الأنصاري. كان هؤلاء الأبطال يحسنون القيادة كما يحسنون القتال. ومع اشتداد القتال في اليوم الثالث تقدم القائد البطل زيد بن حارثة قائد الجيش الإسلامي، وما زال يقاتل حتى استهدفه الرماة من الأعداء فارتقت روحه إلى السماء، واستلم الراية البطل جعفر بن أبي طالب وقاتل قتالا عز نظيره. وعندما شاهد اشتداد الأمر على المسلمين اقتحم بفرسه الشقراء صفوف العدو وعقرها، وقاتل قتالا لم يشهد مثله الرومان حتى قطعت يمينه، فأمسك براية الإسلام بشماله حتى قطعت شماله، واحتضن الراية وما زال يرفعها حتى قتل. أتدرون عندما راح المسلمون ليدفنوا هذا البطل وجدوا في جسده 54 طعنة ليس فيها طعنة واحدة في ظهره، كلها وهو مقبل وليس مدبرا. يا إلهي، هؤلاء هم القادة، هكذا تكون القيادة، هكذا تكون التضحية، هذا هو معنى أن تكون قائدا. استلم الراية في هذا اليوم المتعب والصعب بعد البطل جعفر بن أبي طالب القائد عبد الله بن أبي رواح، وقاتل بضراوة وبسالة، وأخذ الراية وهو على فرسه واقتحم صفوف العدو وقاتل حتى قتل. وهكذا استشهد القادة الثلاث للجيش الإسلامي في يوم واحد ولم يعد لهم قائد، فحمل الراية رجل من صفوف المسلمين يدعى ثابت بن أقرب وقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم. قالوا له: أنت؟ قال: ما أنا بفاعل. وعندها هدى الله المسلمين إلى ذلك البطل الغوار، هداهم الله إلى أن يسلموا قيادتهم لبطل ليس ككل الأبطال، إنه الصنديد الذي لم يهزم في حرب تولى قيادتها، إنه سيف الله، إنه خالد بن الوليد. تقدم هذا البطل القائد وقاتل بضراوة لم يشهد مثلها أحد، وقاتل قتالا مريرا حتى كسر في يده 9 سيوف من شدة القتال، وكان هم هذا القائد أن ينتهي اليوم الثالث بأقل الخسائر على الجيش الإسلامي، وكان له ما أراد. وفي اليوم الرابع أثبت خالد بن الوليد أن عبقريته الحربية نادرة الوجود في هذه الدنيا، عبقرية يصعب تكرارها. فلما تنفس اليوم الرابع اعتمد خالد بن الوليد في خطته على الحرب النفسية، حيث أمر عددا من الفرسان بإثارة الغبار خلف الجيش وأن تعلو أصواتهم بالتكبير والتهليل، وقام بتبديل الرايات وغير أوضاع الجيش وعبأ من جديد، فجعل مقدمة الجيش ساقة وميمنة الجيش ميسرة، وهكذا دواليك. فلما رآهم الروم أنكروا حالهم وقالوا جاءهم مدد، فدب الرعب في قلوبهم، وسار خالد بعد أن تراءى الجيشان وهجم على الروم وقاتلهم قتالا عنيفا مع جيشه الأبطال. ثم أمر خالد بانسحاب الجيش بطريقة منظمة، وأخذ يتأخر بالمسلمين قليلا قليلا مع حفظ نظام جيشه، وكان همه أن لا يتبعهم الرومان، وكان له ما أراد، حيث ظن الروم أن المسلمين يخدعونهم ويحاولون القيام بمكيدة ترمي بهم في الصحراء، ولم يتبعوا خالدا بانسحاب.
وهكذا انتهت هذه المعركة الخالدة. انتهت وقد قتل من الجيش الروماني وحلفائهم 3500 جندي، واستشهد من المسلمين فقط 12 رجلا. تخيلوا معي يا سادة، 200,000 جندي مقابل 3,000 جندي، وهذا الجيش الصغير يقتل أكثر من عدده، 3,500 قتيل مقابل 12 شهيدا من هذا الجيش الصغير. ثلاثة من الشهداء المسلمين هم قادة الجيش، 3,000 مجاهد قتلوا أكثر من عددهم ثأرا لدم الصحابي الذي قتله وهو يحمل رسالة من الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. معركة مؤتة أدهشت العرب كلها بكل قبائلها، إنها حرب ضد الدولة البيزنطية، أكبر وأعظم قوة على وجه الأرض، حرب انتصرت فيها الدولة الإسلامية الناشئة، انتصرت على أكبر أمبراطوريات الأرض. معركة مؤتة كانت أولى الحروب التي فتحت المجال لسلسلة معارك ضارية ضد الدولة البيزنطية، والتي انتهت في آخر المطاف إلى زوالها. معارك فيها من العزة والكرامة ما فيها، كان فيها مجاهدون أنهوا أمبراطورية عمرها أكثر من 1000 عام،